الاخطاء كده شفنا يعني موجوده في عده اتجاهات، لكن امبارح او من كام يوم شفنا طلبات احاطه رقم كبير جدا، 27 طلب احاطه اللي تم النظر فيه 12 طلب. 12 واحد صح. ال 12 طلب دول شفنا فيهم ارقام مرعبه، يعني شفنا صرف اكتر من 5 مليون صرف لناس لا غير مستحق، شفنا تهرب ضريبي، شفنا عدم اثبات فلوس بحوالي 16 مليون وشويه. احنا بنتكلم في ارقام مرعبه، ده في 12 طلب احاطه، احنا لسه الباقي كمان لما نشوف الباقي هتوصل مقدره انها توصل ل 200 مليون. ايه ده؟ يعني هو السؤال فعلا ازاي ده ممكن يحصل؟ ليه ده ممكن يحصل؟ في ظل كمان انه مفيش، احنا شايفين حتى يمكن في على بعض الجوانب شايفين في تغير، يعني في ناس شفنا دوريات وماتشات حتى لمنتخب مصر او حتى النوادي في مصر مع نوادي تانية أفريقية بتتذاع على القنوات المصرية بعد تغيب تام، حاجات كتير جدا. أنا عايز أعرف من حضرتك إزاي كل ده ممكن يحصل؟ يعني ده خطر كبير جدا من الفساد. طبعا هو في ناس بتبقى يعني بتقول بتفتكر إن مفيش رقابة، لكن لا، في رقابة شديدة ورقابة قوية جدا في مصر على الحاجات المالية بالذات في المؤسسات الرياضية، واتحاد الكرة ده مؤسسة عامة تعتبر، مش حاجة خاصة، فبالتالي بتخضع للرقابة والمعايير في وزارة الشباب والرياضة. وده طبعا نتج عنه ان احنا شفنا المشاكل كتيرة جدا الفترة الأخيرة، الفلوس اللي احنا بنسمع عنها بشكل غريب جدا. ويمكن احددها لك بالظبط، هي الفكرة في ايه؟ بدأت من بطولة كأس أفريقيا 2019 اللي نظمناها هنا في مصر، ويمكن ده المجلس المهندس هاني بوريدة استقال فيها بعد ما اخفقنا وخرجنا من الادوار الاولى، فدي كانت الاستقاله. وكان من ضمنهم المهندس احمد مجاهد اللي هو رئيس اتحاد الكره الحالي او رئيس اللجنه الثلاثيه الحالي لاتحاد الكره، فاستقال. الغريب ان انت يعني كان استقاله في شبه اقاله، لكن الغريب انه يجي بالتعيين. طب انت اساسا كنت شايله ليه؟ او كان الهدف منه ايه؟ فكون هو يجي بالتعيين، كون هو يعني بيستغل نفوذ خارجيه ويستغل نفوذ في الفيفا عشان خاطر بيقدر من خلال علاقاته ان هو يجي هنا يمسك القصه. احمد مجاهد طبعا، فطبعا تم تعيينه في ديسمبر اللي فات. بالظبط بالظبط، هو استغل بقى العلاقات ديت وقدر ان هو يجي، على الرغم ان المفروض اصلا فكره ان احنا مجلس وما فيش مجلس منتخب كان بسبب ان احنا اقلنا المجلس او شبه يعني استقاله المجلس، فبالتالي ما كانش المفروض يجي في واقعه غريبه جدا وحاجه عجيبه يعني الصراحه. الواقعه الماليه بدات من كاس الامم الافريقيه ومشاكلها، ومش بس فكره ان هو مش مثبته في الدفاتر 16 مليون او 17 مليون او حاجه زي كده، لا، هنبدا من ورا شويه. لو انت تفتكر نرجع في الجابون 2017، مظبوط، كانت بطوله الجابون يعني الايرادات بتاعتها مع الكاف يعني بتوصل لحوالي 18 مليون دولار، 18 مليون دولار. فنفس الامر فوجئنا بيه ان في بطوله 2019 هي نفس الرقم، مع العلم الجابون دي اللي احنا خسرنا من الكاميرون في النهائي، في النهائي مع العلم يعني بقول لك نفس الرقم، هو نفس المفروض ليه المكافاه بتاعت الكاف ما كانش زاد، هي ما هو ما زادش ليه وغلط، ما زادش وفيها مشكله وفيها يعني شبهه. ليه بقى؟ لما يكون انت بتلعب 16 فريق اكيد مش زي 24 فريق، مظبوط، فدي المشكله. ازاي بقى؟ العوائد التذاكر ولا عوائد بس ولا مباريات اكتر؟ طب ده كله يعني ده كله كان بيتلعب في الجابون ب 16 فريق، لما تيجي تلعب ب 24 فريق زادوا، فالمفروض تبعيا تزيد في مبلغ الايرادات بتاعتك او مبلغ المكافاه، ده ما شفناهوش. على الرغم من ده ال 16 ال 18 مليون دولار او ال 16 مليون دولار مش لاقيينهم، مش مثبتين في الدفاتر، يعني احنا تايهين. الفلوس العائد من تنظيم كاس الامم الافريقيه 2019 اللي هو العائد اللي احنا هنقول من اكتر من الشراكه بتبقى مع الكاف، الشراكه من الكاف بنتكلم في 16 مليون دولار فما فوق، لما حصل مراجعه ل الورق والدفاتر بتاعت اتحاد الكوره ما لقيناهمش. لا خالص، وطبعا الاتحاد الافريقي بعتهم، الاتحاد الافريقي مش هيشيلهم عنده المفروض، احنا مش لاقيينهم. لا مش لاقيين، مش لاقيين في 16 يا جماعه دوروا معانا في 16 مليون دولار مش لاقيينهم، بعد في مديونيه كمان على اتحاد الكره. لا ده المديونيه دي قصه تانية كمان، المديونيه بتاعت الضرايب اللي يعني المفروض مؤسسه حكوميه بتدفع ضرايبها، فده حاجه طبيعيه جدا، خاصه ان انت بتخصم الضرايب دي من اللعيبه في الانديه، كل واحد بيسدد رسوم 1% تقريبا على قيمه عقده، مظبوط، فبالتالي الرسم ده المفروض بتورده للدوله. النائب محمود حسين
رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب. فوجئنا ان بيقول على الرغم من تصريحات احمد مجاهد بيقول ان الفلوس دي اتسددت وان هو سدد الضرايب ومسددين نسبه كبيره. فوجئنا امبارح ان هو بيقول طلع كلامه مش مظبوط، وده يعني في حاجه غريبه جدا ان انت بتضحك على مجلس النواب مثلا او حاجه. فهم ادوا له حتى فرصه للرد يعني اسبوعين او حاجه عشان خاطر يلحق يرد ويعمل الكلام ده كله ويثبت ان هو بالفعل سدد رسوم الفلوس الضرايب دي للدوله اللي بتصل لحوالي 100 مليون جنيه. فانت بتتكلم في رقم برضه كبير جدا. ثم انت لو انت بتتكلم على ضرايب اللعيبه، طب فين ضرايب الاتحاد نفسه؟ مظبوط. ليه ما بتسددش؟ يعني انت ليه متغاضى عن حاجه زي كده؟ المفروض دي حاجات مهمه جدا للدوله، ده جزء من ايراداتها الضرايب. فبالتالي في كانت مشكله كبيره جدا ان هو ودي عامله ازمه. وانا شايف ان من البدايه اصلا احمد مجاهد عامل مشاكل كتير، مشاكل يعني وعامل ازمات كتير جدا للكره المصريه من ساعه ما جه. كل هدفه وكل فكره ان هو ازاي افسد اي حاجه عملتها اللجنه الخماسيه. زي ما انت عارف احنا الاول كان في مجلس هاني بوريدا تم اقالته او تم استقالته في استقال عشان خاطر ما يبقاش في تدخل حكومي في الاتحادات اللي تابعه للجنه. 2019 بعد بطوله كاس امم افريقيا خرجنا من جنوب افريقيا في الدور الثاني مباشره على ارضنا في وسط جمهورنا. بالظبط تمام. جينا بعديها تعيين مجلس لجنه خماسيه برئاسه عمرو الجنايني. مظبوط. استمر حوالي سنه برضه او سنه وشويه. وبعديها جت اللجنه الثلاثيه، تم اقاله اللجنه الخماسيه، وجت اللجنه الثلاثيه برئاسه احمد مجاهد في واقعه غريبه جدا وفي يعني حاجات يعني مفاجاه للناس كلها.